نشوف اللي بعده اللي بعده. نعم، قدمت الشكر لأحمد عز في جلسة علنية في البرلمان. ما السبب؟ قبل الشكر بثلاثة أيام وقف أحد النواب متحدثا عن أحمد عز أنه سرق شركة حديد الدخيلة من القطاع العام. أحمد عز صمت، لم يتكلم، إلا وجدت في اليوم بعد التالي قدم ملف لكل النواب المعارضة والوطني، ملف بالأرقام. ومن هنا كثير من القضايا غير معلومة للمواطنين على بعض رجال الأعمال، وبيصبوا غضبهم عليهم بدون وعي وبدون دليل. قالوا عنك إنك معارض مستأنس في عهد مبارك. تعليقك؟ ده الكذابين والحاقدين والجهلاء والسفهاء اللي مش فاهمين حاجة. هي كل الناس كذابة وحقودة وبتطلع عليك إشاعات. لا، مش كل الناس، أنا بقول من السياسيين، بتكلم في بعض السياسيين. أيوة، طيب. هقول حاجة. طب والناس السياسيين دول اللي قالوا عني مثل هذا الكلام وأصبحوا مع الإخوان مرحلة بمرحلة وصفقوا الإخوان وقبلوا يد المرشي أو المرشد، ماذا أقول عن هؤلاء؟ يتقال عنهم هم دول بقى اللي قالوا عن رجب حميد المسند. ليه؟ لأن هم فهموا المعارضة مفهوم خاطئ. فهموا حضرتك أن المعارضة أن أنا أعارض كل شيء في المطلق، وفهم الآخرين اللي مع الحكومة ومع الحزب الحاكم أن التأييد المطلق. مصر لا تحتاج ذلك، والبرلمان محتاجش ده. يحتاج ان انا اعارض ما اراه مستحقا لان يعارض. بس ما نعرضش بتوجيه. هقول لا، مفيش حد او نقف بتوجيه. لا يمكن اللي يعمل كده، اللي يعمل كده. انت عارف انه حضرتك ان دي اتهامات وجهات. تمام، انا هقول اهو، انا هقول ده. اتفضل. انت مفيش، احنا مش في رمضان اهو. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لم يأتي مسؤول من الحكومة يوما ما ويطلب مني أن أتراجع عن السجواب أو أن أفعل شيئا غيري ممكن يتهم بهذا. يعني ده يعني أما فيما تعلق أنا بس قالوا دي. عنك بتاعت أحمد عز. أحمد عز، ما ده مهم، مش جابالي حضرتك حاجة تتعلق بأحمد عز. إن أنا قلت كده عن أحمد عز، وبكرره النهاردة بكل رجولة وبكل صدق مع النفس، لأن أنا بحترم نفسي وبحترم ذاتي وبحترم المبادئ اللي أنا بعملها. أصل مش ممكن أقول الكلام ده من فترات سنوات طويلة جدا واجي النهاردة تراجع عنه عشان أحمد عز بره السلطة أو ملوش وجود. لا، مش كده. رجب حميدة، رجب حميدة بيحترم مبادئه. ولا يعني أحمد عز اتظلم؟ أحمد عز طبعا لما يجي نائب يطلع في البرلمان ويقول له انت سرقت شركة الدخيلة، والراجل اللي جيب لنا ملفات لكل اعضاء البرلمان يتقال فيها ويثبت فيها، اكتشفني عارف حضرتك ان شركة الدخيلة لم يشتري احمد عز فيها سهما واحدا تمتلكه الحكومة حتى اليوم. الشركة دي كانت مجموعة من الاسهم تمتلكها الدولة ومجموعة اسهم يمتلكها القطاع الخاص. احمد عز اشترى اسهم القطاع الخاص ولم يشتري اسهم الحكومة وطور الشركة. الشركة كانت بتخسر كل يوم حوالي 1.6 مليون جنيه. كان السهم ب 16 جنيه طيب وصل الى 1600 جنيه. لما يقدم الورق ده اشكره على الشفافية، لانه هو نائب في البرلمان، قدم للبرلمان النائب تقدم ضدي في كذا كذا منذ 72 ساعة وانا اطرح هذا على البرلمان. ليه؟ بقول ان الشركة فيها بعض الاسهم تمتلكها الدولة للشعب المصري. لسه بتتواصل مع احمد عز؟ حتى الان لا، منذ ان خرجنا من السجن لم يعد بيني وبينه تواصل، ما عرفلوش طريق. طيب في السجن كانت حواراتك مع احمد عز عن ايه؟ ده كانت حوارات طويلة مع أحمد عز ومع غيره ومع غيره ومع غيره. والراجل ده راجل مهذب جدا على فكرة، يعني اكتشفته جوه السجن. ليه؟ لأن خارج السجن كانت زمالة في البرلمان، ممكن نتقابل في الجلسة، نتقابل في لجنة الخطة والموازنة، فما فيش وقت إن احنا نقعد نشرح لبعض ونفهم من بعض. الراجل ده تحاورت معاه في كل حاجة. قال لي تحاورت معاه مثلا في قضايا تزوير الانتخابات، قلت له شفت حضرتك؟ انا بقى كنت معارض
وعلشان انا نجحت في 2010 وعشان انا نجحت في 2010 وعشان كنت ضد الاخوان من 2005 ل 2010 صفوا معايا حسابات ودخلوني السجن وجابوا 2 شهود زور راحوا اعترفوا على بعض قدام القاضي بعد كده يعني. فقلت له شوف 2 زور وعندي شهادة والإخوان بيصفوا مع الحساب. قال لي يا رجب انتخابات 2010 أنا لم يكن لي علاقة بما حدث مما يقال من ناحية التزوير، لأن أنا مش الدولة، أنا مش كل تروس الدولة، مش كل خيوط الدولة في إيدي. وأنت مقتنع بكلامه؟ وقال إيه بقى اللي خلاني اقتنع؟ قال لي إيه؟ قلت له طب ازاي تمت الكلام ده؟ ازاي مالكش دعوه؟ قال لي يا رجب هل يعقل ان انا اكون بهزور انتخابات او مسؤول تزور انتخابات وادخل في الدايره الواحده لو دايره فيها 2 بينتخبوا ادخل 4 من الحزب الوطني ضد بعض ادفع ب4 مرشحين و6 مرشحين؟ كنت هدفي ان يتم ابعاد اكبر عدد من الاخوان بطريق الانتخابات عبر الصندوق. استاذ رجب ما عايزين يعني علشان عايزه اجابه. اقتنعت بكلام احمد؟ لا ده موضوع اخر. اقتنع أو ولا لا؟ انا مقتنع بده، مقتنع ان كان في اسماء اخرى كبيره في الدوله هي التي اشرفت على ده وهي اللي ابعدت كل المعارضه وهي التي أدارت هذا الملف. عندك الشجاعة زي مين؟ قال لي الكلام ده صفوت الشريف. قال لي اللي زار الانتخابات مش الحزب. قلت له أمال مين يا فندم؟ قال لي اللي زار الانتخابات وزير الداخلية بالاتفاق مع أنس الفقي اللي كان وزير إعلام. حتى أنا استغربت طب إيه علاقته وزير إعلام؟ اتفاق يعني حصل اتفاق. كان الهدف كله إيه؟ مش إبعاد، الخوف على مصر من مرحلة قادمة. عارفة ليه حضرتك بقى؟ قال الناس دي عندها مخطط كبير مش لإسقاط النظام فقط، إسقاط النظام سيترتب عليه إسقاط الدولة المصرية، فهم كانوا شايفين اللي احنا مش شايفينه. شكرا الإجابة وصلت. نشوف اللي بعده؟ إيه؟ يلا بينا.